السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صباح عاد اليوم قبل ما يجي صلاح. عندي ضو التهادر وما شاء الله، والدنيا والجو غير. اليوم الجو شتوي، يعني اليوم شتوي صدق. زين، حد من العرب يسميه بارجيل، أغلبية الناس بارجيل، حد يسميه زماري. الاسم المتعارف عليه من ذو الأزل نسبة للي أنا أعرفه، ما رمسكم عن زيد وعبيد. بشكار، حطوا البشكار فوق الضوء، نزلوا البشكار عن الضوء، حطوا البشكار على الضوء ونزلوا البشكار عن الضوء. من ينحط البشكار على الضوء تهادرت الضيان وقصت في دقيقتين واحدة، تقص الضوء بسرعة إذا يحطوا عليها البشكار. وإذا شلوا البشكار معناته أن الضوء يعني بيروح بتقص، لكن شوي شوي، لكن يبونها تقص بسرعة حطوا عليها البشكار، وهذا يسمونه، حد يسميه بشكار. أنا اللي أعرفه البشكار الأول، مستويت الدنيا. حد من العرب قال لا، بالعرب يسميه بارجيل وزماري وما أدري كان بعد له اسم آخر الله أعلم به، لكن اللي متعارف عليه نسبة عندي أنا ما أدري عادي عند غيري شو، ما أعلم الغيب، يقولون بالله باكر روح يظهر مصطلحات، لكن متعارف عليه إنه بشكار. يلا يلا يلا، وهذا اليوم الله يحفظكم اليوم. بيض الطماطم متعارف عليه الطريقة، طريقتنا نحن روحنا بيض الطماطم عندنا بهالطريقة، يغدي ما يغدي متفتت ولا لا، يتقاود شمنة، يتنقون الطماطم الحمراء اللي مرة مهروسة تبطي على الضوء وخلاص، جدوا عليها بيضة واحدة، هل تشوفون لبيضة واحدة، وفلفل فلفل مبروش وفلفل خضر مدقوق منقير، وشويونة تصلصل لازم، وآزم عادة لقمة، هاي اللقمة حبا نربيكم. فآزم بدأ ما أجلس أكل خبز وايد، طريقة المتعارف عليها، لقمة وقال السلام عليكم. أنا في البيت، أنت وين؟ وين؟ طلع ببي زيت. لا ما نسيت معك. سباح أبو سباح. زين تسبح وهذا وخلاف، تعلتي من وقت زين، أنا بروح عندي شغل. مشكلة. تعال بعد ساعة. Thank you. صورناك وريق البيت شو مسوي. مسوين محل أبوي. ريقكم محل. محل وباجلة، محل وباجلة، الحمد لله. انزين، موعدي الساعة 9، لكن بسير من الوقت، عادة يستوي فوق جسر مصفح يستوي شوية زحام الصبح، على أساس إن ما تلحقني الزحمة، و برمسكم خلاص يمكن لنا سعر الله. ما رويتكم اليوم الرزة، ها جيت أبيض مال دخاته. يلا، هذا أول يوم من يشتى، من دش الشتاء، أول مرة بسكندورة صوف، الصوف من الصوف العامي مال شوكة، و أنا استبرد بس، لكن إن شاء الله إنه يكون طول الوقت بارد. أكيد أنا برد شوي بس الباحث شوية نفافية، تصبح الأرض كلها باردة إن شاء الله طول الوقت، بس برد درب بس بخلاف. نزير بخصوص أبوي العروس، النسمة أبوي اليوم وديناها الوكالة، هذا وقت دار عليها حول وشي حين، وديناها الوكالة التشيك، ما بالميجر سيرفيس، الميجر سيرفيس كان أسبوع ليه قبل شهرين أو قبل شهر، الحين قبل شهرين، الحين السيرفيس العادي ميجر سيرفيس 40,000، والسيرفيس العادي 50 الحين، وما يكسر
قلنا لهم قالوا ان شاء الله باكر تصبح السياره الساعه 7:30 الضحى العالي تم اخذها ان شاء الله. نعم شكرا جزيلا. اكيد سائل محكمه بس لي واحد مسج اكيد سائل محكمه حين اسيم محكمه حد من العرب ما يخبروا وين يصير وين يجوا يعني البنادم او راعي البيت يعني يكون شغله يا في المحكمه يا في الجوازات يا في المستشفى وزارة الخارجية العمل العمال هاي الأماكن اللي يرتادها البنادم الناس تيجي وين تصير وتي يعني أنا ما أشوفها مش صح يعني كله صح وكله عدل الواحد يصير يقضي حوايجه يخلص أشغاله وتيسر أموره. أنا ما أحب أتكل على شو اسمه مندوب اللي حد يصير يسوي لي شغلي. أنا أبوي من استويت روحي أركب في أوراقي وساماني بخلص شغل ربعي وشغل صدقاني زين. الله يحفظكم. أنا عاد باقي عن جلستي يمكن ربع ساعة ولا ساعة إلا ربع ساعة. نمرات قلت بيلس شفت مكان هناك كراسي قلت من أجلس بتصل حق بيوهر بتخبر علومة حافي خاطر علي ولا شياته ما لي عد بشوفه لا اتصل بي لا كلمني لا همك الله لا هم يحزنون ما ادري بكم بي اكثر من شهر في خاطري هذول انزين يوم توني بيلس ولاني اشوف هناك هاي هاك الرجال فنان ليالس ما وعيت بالله روح اجي قدامي والله العظيم يا ابو يوهر لاني اقول في خاطري انزين تعرف شو يعيبني فيك يوم تجيك تكمل المقطع انزين شوي انزين تلقائي وكان يلقاني يا الله مليون مرحبا ابو يوهر صباح لا ما علي باس يا الله كيف الحال يا المتابعين اليوم عيد عندهم على مبروك على الرحمه وعلى المطر الجميل والرشه الزينه هي الرشه الزينه اللي معتنا ترانا اليوم اللهم لك الحمد كيف حالك يا يوهر يا مرحبا الساعه في رزحات محاكم الدوله والله شو نسوي بعد محاكم ما نخلص منها هلا زين وياي الحين رجعني تراني ادور لي واحد يشهد لي ولقيت بالصدفه اخوي محمد بيشهد لي اليوم زين لا تعيبني ثاني ولمراد لمراد ان حلب ويوهر ابوي بيملك ابالي شاهد ولقيت الريال عنده فارق طيب وبيشهد لي ابو محمد ان شاء الله وان شاء الله تسمعون الخبر عما قريب ان شاء الله الله ييسر الامور يرزقك ان شاء الله الذريه الصالحه يا ابو يوهر صالحه لغايه كم 2018 19 خلاص انت مكبرك منتهي صلاحيه كحيده يا الله يا المداعبات اليوم يا الكبشرات اليوم يسوونها يا سلام حوادينا اللي ما عرفوك انت اليوم لا يب ما يعرفون ابو يوهر لا ما عرفوا اللي بيتذكرون وايدين الجيل اللي انا انتو فيه لا جيل محارب معاصر يعرف الجماعه اللي عصرون كلهم يا زينه من وقت يا ابو يوهر يا مرحبا الساعه يا ورنا وياكم دهر سنين اي والله ما يانا مباركم الا ذرور المسكن الله يرحم الوالد الله يرحم والدك الله يرحمهم ويخليك ان شاء الله الله يرحمنا جميعا نعم عشنا وياهم وطن سبحانك يا رب ما زين الا سكنتكم الاول ما زين الا يركب يا ورنا ويا الجماعه هاي حوالي 40 35 سنه كبشر هاي الصوره شوف توزع اليوم هي والله كم يسوي لك كفرات بعد ما يبقى كفرات هاي بقول لك اغراب وحل على ياسمين هذا اغراب وحل على ياسمين يا حول يا ربي يحفظك يا محمد انتم جلسه الله ييسر امورك جلسه تعود من مصيبه الله يحفظك يا ابو يوحى قول انا حاط في بالي اني بيلس بتصل حق في ابو يوهر اني يعني ما شفته من زمان ويا في بالي اللي بتصل له وسبحان الله يوم توني بيلس ولاني اشوفه قدامي يعني هذا حلم هذا علم هذا الشيء وحيد ترى فيديو مبصوره يلا الله يحفظك يلا تسلم الله يحفظك سلم على اهل بالله تصورني انا بعد اصور
خبراتك حتى في المحكمة. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا السناب حق منو؟ خالد. خالد منو؟ كيف حال محمد؟ تحياتنا واشواقنا من دبي. لميا؟ لو سمحت عادي تحطني في انستغرام بعد؟ يسوي لي تشلو. ماي نيم. لا 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 محمد مساك الله بالنور والسرور. شوف اسمع اللي يقولوا لك انت غلطت في هارلي ليفكل وما ادري شو اسمها، لا تسمعهم بر. انت امورك عسل. تحياتنا لك من سلطنه عمان. السلام عليكم مره ثانيه. السلام خالدي، اخبارك؟ اخبار لندن؟ احنا ورد من لندن. اخبار يا مردت من لندن؟ نور يا عم راقب. أقول لكم أبوي خلصت أنا شغلي في المحكمة أموري طيبة وحنية البيت. تريقت عاد هالمرة الثانية حين تريقت جد متريج الصبح. أنا تبدي كأنها تمرد شيء مردها مراد اليوع. وكلت لي قرطين محلة وأنا برغم إني ما كنت ناوي آكل محلة. وياي لنا جبن من السودان يسمونه جبنة الدويم. جبنة الدويم هاي ما تنخدم إلا في السودان. جبنة بيضة مالحة شي وفنانة يوم تحطوا وياها عادة عليها عسل سدر. يا غير أنا خلفت هذا اليوم وحطيت عسل سمر لكن أنطع بعسل السدر. المرأة وحين بحط شوي راسي برقد معزوم على الغداء اليوم مكان مهم إن شاء الله بوافيك بالمستجدات. السلام عليكم. عليك السلام. يلا هذا يجي بيتك بابا يزيد. هذا يلا يحلفظكم الحمى جايتنا من بيت عيد بن سيف بن محمد القبيسي قوم الهادومة. جرب هذه هاكلها شحمة هالنمون ما شاء الله. الحمى حوار كانها حوار ولا عيد؟ العلم عند الله. يا حوار يا عيد واحد من الاثنين. منو يابها؟ دريول؟ أنا ما أشوف هذا جيب شوف رجب. ايوه قلت لهم شكرا. ايوه يوم انت ما بنت لي ابا كيف يعني انت قلت شكرا؟ انا سؤال انت كذب. انا سؤال لك رجب. هي انا سؤال هذا بيت منو واقول بابا عيد. هي انا اقول انت قال شكرا انا اقول هي انا يلا شكرا لكم. البارحه صدف انه كان يوم اللا. يوم اللا اللي مسوين فوقه يعني مكبوس مسوين فوقه فوقه على مالح 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 على خيل بحر. شو بقولكم؟ كلت مالح وكلت قباب وكلت ايدر وكلت طحنة الزمان ما خليت شيء ما كلته. لكن شرات بلح لحمت خيل البحر البارحية العنبرة العودة هالي مخدومة من قبل 3 شهور اظني. يعني شيء لا صار ولا استوى. تحدو قصته الريال يوم طرش لي مالك قلت في خاطري لحمت خيل. قال لي انصدنا فال طيب ونهار ثاني صايدين الخيل وصوروها لايف يوم صايدينها وقطعوها مالح وطرشوا لي درامين كبار. البارحه اول تجربه منها. شو بقولكم؟ يعني خمرت على الغداء خمره ولايتيه مالح رقم واحد. اللي حيد عنده صاحب وصديق جسوع عين ومعينه يخدم له ابويه فوقه مالح خيل بحر. شو بقولكم؟ لحم تبي البلح ابيض التحراف الراخ وما لذ طعمه لا سهجه لا همك الله لا هم يحزنون. والطعم ما ود له نوخه ريحه المالح فاتشه في العيش وغادي العيش تحراشيج كل حبه تتضارب ويا ربيعته كل حبه على راسه. سبحانك يا رب. منبوني بغيت اصوره قالت ام محمد لا
انت قايل اليوم ما بتصور وانت قايل اليوم ما... وكان عندي متغدي اخوي خلف ما شاء الله ودز صحنين ونص من كثر ما هو زين العافية. خلاص قلت هذا ليش تخبره ولا هذه خبيصتنا غاوية وبالدبس وشي مرتب ومسنع كلو ثلج كلو ثلج هنا كلو ثلج. قعدت ريام الصبحيين بيلا سنة ولا ياني ولا وايق علي لا يا الصبح ولا يا العصر ولا اتصل تليفون ولا يا خلص اثنين ها؟ اثنين الو مرتين؟ ايه متى؟ حين شوف شفت التليفون الاثنين متى؟ حين كنت راقد على انا بابا خليني اسمع مخلي التليفون الحين انت على كل البلاد حط الاذان تصلي انت؟ الحمد لله الحمد لله السلام عليكم يعني كيف الحال؟ تمام علومك؟ شوف شوف شو هذا؟ كيك كيك شكراً شكراً صلاح يعني شكراً شكراً عليك. خير انت صلاح اليوم؟ خير أحسن؟ ما في حرارة؟ بالليل في الليلة في حرارة؟ ايه نزيل وحين بخير صرت عندها اللي في بنياس؟ ما ملوها أدوك لا الحرمة هذه ترمست بنياس لا ملوها ليش؟ هذا هين عادها شوية ها؟ تحمل تصير هناك عطولك منوم يسرقون كلاك ولا شياته اي شاب يا شاب بيجي عندك دكتور يطرون بطنك يسرقون كلاك شاب تحمل ايوه شكرا 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 هم كيكة عزاء الله اكبر والله شكرا جزيلا صراحة كلت انت منها؟ لا ولا برا ميت كم اوبن؟ كم اوبن؟ يو نو هاو تو اوبن؟ تعال شكرا جزيلا يا كيكة عزة على هالكيكة الفنانة وبارك الله فيك تعال موعدنا الله يحفظكم كان الساعة 10 في السفارة الأمريكية. الأمريكية. زين صرنا أنا وصلاح. يعني. أنا عندي فيزا ما بيدخلوني. الموعد حق منو حق صلاح. صرت وياه عند البوابة شرطة اللي هناك كلها تعرفني وتعرف صلاح. سلام عليكم ولا لا من بعيد لبعيد وعندك دون ودونا وين المكتب حق الاستقبال. منو لي عند الأوراق الأوراق عندي عطيتهم الأوراق ولا عطيناهم الأوراق قال أبوي الموعد حق صلاح. قلت وين؟ قال لا انت ما عندك موعد بيدخلوني انا ويا صاحبي قال ابدا انتهى ما يعرف يتكلم قال بنجيب المترجم شيء مترجم داخل ما صم البكم يا عيال الحلال مني منك يا الله يا الله عقب زور وحيله يتحروني يعني يتكلم لغه ثانيه ايوه انزين عقب زور يدخلوني وياه صح وش لكم شيء قسم هناك خاص للي يخلصونهم بسرعه شيء كثر ما رمست وياكم خلصنا دخلوا وين يحطون البصمه هاي الاربع الاصابع امرهن هين نشوا عادوا ظهروا الابهام مال صلاح حق يبصم البصمه هاي مات الابهام لا هو ولا منبصم الصبع ها في قافط بين اليدين ما يطيع ظهر صبعك سوي ها سوي هالشكل ها كامل ها يوم يسوي شيء لازم الصبع يوقف ما يروم يسوي بشي لا نزل ايدك يلا الحين سوي بس ابصم لا لازم هذا يتجدم قدام الحين عشان تجدمه تسوي شيء ها هاي يده ناشبه ما تطيع ترتفع ها هذا الحين الصبع لازم ينزل على تحت وما بطايعين حاولنا لين الشده الاخير ابوي كتبوا ريبورت ان هذا ابوي اعاقه بدنيه ورخصونا قالوا بس يسدنا اربع الاسبوع ليمين واليسار ولا ها تمام بس وقالوا ابوي الفيزا بتوصلك بعد ثلاثة ايام شكرا يعني يلا شرب صحني انا لا شو هذا حينه ما اعرف لوم زنجبيل حلو
بعد تشرب؟ حبة تصير انت بتي؟ ما حدا بابا العص بكرة العصر بتي؟ ايه بابا صبح ما بتي؟ لا ليش؟ عشان نوم تسبب بابا زيت باكر الاربعاء حبيبي ما بالخميس انت بالخميس يا بابا باكر الاربعاء عجيبت على هواه ما يعرف الكلام ما يعرف الكلام؟ ضروري يقول خميس حق يستوي عدل الكلام؟ الكلام لا حبيبي ما يسوى عليك هاي تبين تظهر علينا السيرة تبين احنا اغلى عبي السوق صلاح باكر الاربعاء الخميس انت بسير دبي انت انت انا الخميس بسير البحر ثاني وثالث متعدي بالبحر شهرين ما طحته يا رب بسير يا رب ترياك الصبح يلا شكرا ما شيء احبه قبل ما اسير شكرا تمام جود نايت يعني لا بالانجليزي لا قول جود نايت ما تردش العمر صح ما شي جود نايت تمام لا لا بالانجليزي تعرف انت ما تعرف كالعاده جاي الجيم ومتاخر متاخر وايد بعد عيل والله انا متلبس متشطب من الصباح الله خير يعني من عقب صلاه المغرب او من عقب ما ادى العشاء غير استهدر تليفونات ومسجات والوقت يخطف يعني ولا مفروض والله من الساعة 8 أكون ساعة كاملة تأخرت يوم جيت الجيم ما شاء الله ولأنه يعني ما حتى في الدنيا اللي هو فيه يعني ما تصور أنا لأي درجة أنبسط يوم الجيم يكون ممزور وايد عيب يوم الجيم في خلق الله للسبب تحس بحياة تحس بنشاط تحس نحد وياك تحس ان المكان فيه ناس تبي تلعب تتمرن وصوت وزعيج وبغين يعني في حياه تقول اولي ما اتمرن هداي الا ارمس هي نعم ارمس واتمرن بدل ما اخذ ساعه اخذ ساعتين اخذ ثلاث ساعات هذا خير من الرغده الا شرق وغرب وما اخلي مكان لا والله بعيد خير لي يلا انا ارمس خلاص شيء مويضيع اجتماعي ان شاء الله اذا الله جعلنا حب مويضيع والله موضوع اجتماعي ان شاء الله اني برمس او بنسولف مع بعض فيه شفت في عملي قوة وفيه هبة ان شاء الله انه اذا الله جعلنا من حيين انه بنبحث مع بعض بنرمس عن الموضوع ان شاء الله في حال اني رديت من الجيم تعيدون عن ثار حمى ويهد وما ادري شو حنت الزمان امور تعالوا اليوم ما صرت تراني انا حق الغداء شو اللي ما خلاني يصير حق الغداء بتمرن في التمرين وبرد احضر زين انا الله يحفظكم اليوم معزوم على غداء عند ناس شخصيه واللي بيون كل الناس الشخصيه تهمني يهمني امرهم اني لازم اسير واوصل عنده وانا صح استعشرانه كثير يا البنادم وانت تجرجع مناحيز وعنثر حمه وعنثر عقار يعني والجماعه اللي اسير لهم تهمني صحتهم لانهم اوريدي يعني مبذو قوه وايد قويه فيهم قوه يعني كبر السن وقل يعني اي هذا العصر يعني ذلك ما كان لي خاطر اني اسير وانا بعقاطي فلذلك قلت في خاطر ما غادي بخير وسهل ان شاء الله بسير لهم والحمد لله ان هي ايات اكثر عن السائرات ما سرت الودي هاي بسير الودي لي عقب غير غمضاتي والله اليمعة نسوين عصيد ينضرب بهالوصوف عادي بيوت هاليتهم يسوون عصيدة ما حد يسوي شراتها في الدنيا شدي جايين هنا المكان هذا قبل شهرين تقريبا وصورته غير ما الله كتب المرة اني يسير لكن ان شاء الله جايات اكثر اذا الله جعلنا من حيين وبس لهالسبب اني ما سلف وروحي بعد اليوم الظهر يوم جيت من المحكمة انا استراسي ثجيل وما رضت بعد اواصل
والله ورقت من الضحى لين الدر الظهر، وصليت وتغديت وبعد رديت ورقت، وعلى هالمنوال اليوم طول الوقت الا ارقد ونش ارقد ونش. فالحين يوم شفت عمري شويه فيه شويه نشاط قلت بين الجيم، حتى امس ريت الجيم اول امسيت الحمد لله يعني اللهم لك الحمد. اول امس اظني ماني لا امسيت اليوم اللي قبله جاي. يلا انا مسير الحين. انزين اقولكم انا قاعد بسولف وياكم خلاف في الليل، ابوي ما رمت وصلت البيت ولني اليوع ليه في الدنيا كله فيه، وسووا لي ابوي مشاكيك من ام محمد وسوت لي هالمشاكيك وصارت عاد ودرتني، قالت ابوي ما فيه ايلس اشاهدك يا ايلس جاب لابوي مشاكيك وضيانك. شوفوا بالله عليكم شوف الحمه ما زينها ما زينها، هي الحمه حوار هي الحمه عيل ما ادري وشو الحمته هذه جايتنا من عند يوم عيد بن سيف على الله يحفظه، عيد بن سيف قوم لها دومة ذابحين أظني حوار عاجلين حوار ولا ذابحين عيد لحمت بيضة تحراها قطنة بالشحم صلف صلف عليها رزوم رزوم طالع شي أبوكم مهول شيء. سمعت به الشيء اللي يقولون على بالعظمة هذا بالعظمة، واللحم تترف يذوب في اللثم. إيه لا دخلها